السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنتعرفوا فيه على احسن باك جيتار اكوستيك فولك اللي هو الفندر اف ا 115. اول حاجه كنلاحظوا في هذا لو باك هي لا جيتار ستيل ديالها دريد نوت. صراحه ما كنتش كنتوقع هاد لا كاليتي مع هاد لا ريزونانس مقارنه بالثمن اللي كتوفر لينا فندر. اون جيتار بهاد المواصفات شي مرات كنلقاوها بثمن اكثر من هذا. فيها لا طابل دارموني سبروس ولي زيكليس ولودو باسوود، بلا ما نساو لا فينيسيون غلوس يعني بريونت. بالنسبه للاكسسوار اللي كنلقاو مع لو باك اوس سونغل جو دو كورد وحتى دي بيك. بلا ما نطول عليكم اكثر ندوزو نديرو ان تيست باش نسمعو لو سون ديالها. معكم نبيل من روك بويما، نتلاقاو في فيديو جديد.